نأتي الآن لوصف الله جل وعلا لهذا النبي الخاتم بأنه أمي. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وقال جل وعلا: فآمنوا، وذكر وجوب الإيمان بالرسول النبي الأمي وأمر باتباعه في الآية التي تليها من سورة الأعراف. وقال جل وعلا في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين لما يلحق بهم من خلفهم والله عزيز حكيم. نأتي الآن للربط بين هذه الآيات حتى نعرف معنى الأمية على وجه الحقيقة. لماذا نعت هذا النبي الخاتم بأنه أمي صلوات الله وسلامه عليه؟ نستصحب أصلا عظيما. ما الأصل العظيم؟ أن هذا النبي رفيع المقام، أن هذا النبي رفيع المقام، جليل المكانة عند ربه جل وعلا، فهو سيد ولد آدم أجمعين. إذا استصحبنا هذا الأصل نصل إن شاء الله إلى فقه لماذا نعت هذا النبي وصفا ذاتيا بأنه نبي أمي. المعرفة والكمال له أسباب، بمعنى أن الإنسان يسعى إليها حتى يصل إلى الكمال، حتى يصل إلى السؤدد. من طرائق الأسباب، من الطرائق والأسباب التي توصل للكمال والسؤدد، القراءة والكتابة. فهي في حق كل أحد، القراءة والكتابة وجودها فضل ونقصها نقص في الشخص، غيابها نقص. في حقه صلى الله عليه وسلم غيابها كمال. لماذا غيابها كمال؟ لأن هذا الأمية أعطي هذه الكمالات التي لم يعطها أحد، حتى يعلم كل أحد أن هذه الكمالات فيض إلهي عليه وعطاء لدني من ربه جل وعلا إليه صلوات الله وسلامه عليه. تنبه شوقي رحمه الله إلى هذا فاستل بيته الشهير: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. ويقول في أخرى: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، وعلمت أمة بالقفر نازلة رأي القياصر بعد الشاء والنعم. المراد أن الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم منزلة كمال، حتى يبين، حتى يظهر لكل أحد فضل الكبير المتعال على هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. هذا من وجه. وجه آخر، وجه إعجاز،